ينضم إلينا عبر سكايب أحد الأطباء الميدانيين في حمص الدكتور علي الحزوري. دكتور أهلا بك، لنبدأ معك بشرح حول الجرحى حقيقة في حمص والوضع الطبي الموجود لديكم الآن في ظل كل ما يحدث. يا سيدتي، 3 أيام من القصف بالصواريخ، أول مرة نضرب بهذه الصواريخ، صواريخ تعطي جروح فظيعة جدا. الجرحى لا نستطيع إخلاؤهم حيث يتم استهداف أكثر المكان أكثر من مرة. الجرحى تحت الأشلاء، تحت الأنقاض، أشلاء الأطفال، صرخات الأمهات، الأرقام لا نستطيع إحصاء الأرقام، عشرات الشهداء منذ الصباح وصلوا إلى المنازل القريبة من مشفى، حيث تم استهداف المشفى الميداني مرتين، ونحن نداوي الآن في الأماكن المجاورة للمشفى، في المنازل المجاورة للمشفى. طيب دكتور ولكن لو تحدثنا شوي على مهل حتى نقدر نفصل معك المواضيع. الآن الوضع الإنساني كيف يبدو؟ كيف بإمكانكم إنقاذ الجرحى في ظل عدم وجود إمدادات طبية ونقص كبير في المواد الطبية؟ الحي محاصر بالكامل، معظم المرضى الذين يمكن. دكتور تفضل، نحن معك. نتفرج عليك، لا نستطيع فعل شيء، اي شيء لهم، لا نستطيع اخراجهم خارج الحي، نحن نريد ممرات انسانيه امنه، نريد دخول الهلال الاحمر، نحن احد فروع الهلال الاحمر في بابا عمر، لا نستطيع التواصل مع الهلال الاحمر، لا يسمح للهلال الاحمر بالدخول، لقد حاولوا تواصلوا معنا انهم حاولوا بقوا 10 ساعات ولم يسمحوا لهم بالدخول على ابواب الحي، ولا اي سياره تخرج من الحي هي مستهدفه ويتم تدميرها بالكامل. الجرحى اصاباتهم خطره جدا، اصابات وعائيه، اصابات عظميه دقيقه، بحاجه الى جراحات دقيقه، بحاجه الى غرف عمليات. طب نسمع الآن دكتور علي أصوات تكبير ونداءات من الجوامع، هل ممكن أن تطلعنا على هذه النداءات؟ يعني حالة هلع في الشوارع، يعني الصواريخ تسببت يعني إنها مفزعة للكبار، فكيف الصغار؟ لقد دخل الأطفال في حالة هستيرية غير رجوعة بسبب هذه الأصوات المفزعة، أول مرة نضرب بهذه الصواريخ، هذا كله بسبب الفيتو الصيني والروسي، النظام لم يعد شيء يوقفه، ربما سيضربنا بأسلحة أثقل من هذا إذا لم يسمعنا أحد. طيب دكتور علي، دعني أعود معك إلى الأوضاع الإنسانية، أوضاع الجرحى ميدانيا، هل ممكن يعني أين تعالجون الجرحى؟ ملاجئ في المستشفيات، في منازل، هل لديكم كوادر طبية تكفي لمعالجتهم؟ تحدثت بأنكم لا تستطيعون فعل أي شيء لهم، يبدو بأنه لا يوجد ربما مواد طبية أنتم بحاجة إليها، يعني اشرح لنا أكثر لو سمحت. طبعاً نحن نقصد منذ 3 أيام تم استنزاف المواد الطبية، كثير من المواد البسيطة لم تعد موجودة في المشفى. المشفى دوم حتى المشفى تم استنزافها مرتين، أول أمس وأمس. الدمار يعني الحي دمر بشكل كامل، حتى المشفى تم استنزافه. الجرحى الحالات البسيطة ممكن يعني تصوير الجرح بشكل بسيط، ولكن الأعداد كبيرة جدا والكادر الطبي لا يكفي، نحن بحاجة إلى كادر طبي، بحاجة إلى مواد، بحاجة إلى إخراج المرضى إلى المشافي. نرجو من كل ذي ضمير حي ممكن أن يتدخل في هذا الأمر، يتدخل بشكل إسعافي، المرضى يموتون ولا نستطيع فعل شيء لهم. ما نوع الإصابات دكتور علي؟ أين يعني تتمركز الإصابات؟ يعني الآن كانت طفلة ممزقة الرأس، يعني فقط أجزاء كبيرة من الرأس، فقط الأطراف، الشظايا التي تطاير من هذه الصواريخ شظايا كبيرة وقاسية جدا، تؤدي إلى إصابات بليغة جدا، يعني الرصاص أهون بكثير من هذه الإصابات. نطالب العرب بالتحرك الآن، نطالب المسلمين، انظري إلى هذه الشظية، هذه أحد الشظايا، هذه شظية تقتل قبيلة وليس إنسان. طيب نطالب العرب بالتحرك، نطالب المسلمين.
دكتور علي، بقية الجرحى لو سمحت لي إصاباتهم خطيرة، هل لديكم إصابات خطيرة، إصابات متوسطة، أين يتم عملية نقلهم، كيف تتعاملون معهم في ظل يعني حتى عدم وجود مواد ربما مسكنة لهذه الجروح؟ يا سيدتي للأسف إنهم يستشهدون، يعني نعطيهم ما تيسر من ما بقي لدينا، والباقي الإصابات الخطيرة يستشهدون للأسف، يعني رغم أنه يمكن إنقاذهم، خاصة الأطفال. الأطفال إصابات الأطفال خطيرة، إصابات نعم. هل ممكن إعطائنا أي رقم تقريبي عن عدد القتلى أو الجرحى؟ لا، يعني لا نستطيع الإحصاء، يعني إذا كنا لا نستطيع الوصول، هناك ناس لا زالوا تحت الأنقاض، لا يستطيع المسعفون، تم استهداف الكثير من المسعفين، لأن يتم استهداف المكان أكثر من مرة، يضرب المكان، يأتي المسعفون لإسعاف الجرحى، ثم يصاب المسعفون أنفسهم. هل هناك إصابات خطيرة بحاجة إلى عمليات؟ طبعا معظم الإصابات خطيرة، إصابات وعائية وإصابات شريانية وإصابات عظمية خطيرة جدا، بحاجة إلى عمليات ومداخلات مباشرة بسرعة كبيرة، ولا نستطيع فعل أي شيء لهم، لا نستطيع إخراجهم من الحي، يمنع دخول أي شيء إلى الحي أو إخراج أي شيء من الحي، الحي محاصر بشكل كامل، لا نستطيع فعل أي شيء لهؤلاء، لمعظم المرضى، معظم المرضى لا نستطيع فعل أي شيء لهم. ما أكثر المواد التي أنتم بحاجة إليها الآن، أو المواد الطبية، أو حتى أريد أن أسأل هنا عن المواد الغذائية، يعني السكان الذين يحتمون الآن من القصف، هل يوجد لديهم مواد غذائية أيضا؟ طبعا هناك نقص في المواد الغذائية، ولكن نحن نتحدث عن 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 عن, عن, عن الموت يعني لدينا المشكلة الطبية. الآن أسمع صوت الصواريخ غريبة جدا من هنا، الصواريخ في كل مكان، لا نستطيع التنقل في الشارع، يعني عملية إخلاء المرضى عملية معاناة، وعملية مداواة المرضى معاناة أخرى. الخبز وحليب الأطفال لا يوجد هذه المواد الغذائية مقطوعة بالكامل طبعا، بالإضافة إلى وجود القناصة طبعا. القناصة الذين يستهدفون أي شيء يمكن الوصول له، حيث أن المبنى ذات المباني في حي باب عمر منخفضة، والمباني التي حوله كلها أبراج عالية يزرع فيها القناصة، فأي شيء يتحرك في الحي يستهدف القناصة، بالإضافة إلى الصواريخ التي تسقط بشكل عشوائي تدمر المبنى بالكامل، لا نستطيع إخلاء الجرحى منه، لا نستطيع الوصول إلى الجرحى. طب دكتور علي، كنا نسمع أصوات انفجارات وأنت تتحدث إلينا، ما هذه الأصوات؟ نعم أصوات الصواريخ، هذه أصوات، إذا كنت تسمعين الآن أصوات صواريخ غريبة جدا من هنا، يمكن أن لا نكمل المحادثة، يمكن أن يأتي صاروخ إلى من المكان ما نتحدث ولا نكمل. نتمنى السلامة لك طبعا ولكل أهالي باب عمر. طب دعني أسألك هنا، يعني بما معناه أن القصف متواصل منذ ساعات الفجر؟ منذ ساعات الفجر لم يهدأ، منذ 3 أيام لم يهدأ إلا ساعات قليلة جدا، مما أدى إلى استنزافنا بشكل كامل طبيا وإنسانيا وجسديا، حتى الكادر الطبي أصيب بعض الأطباء والممرضين نتيجة استهداف المشفى مرتين، نحن حتى المشفى لا نستطيع المعالجة، نعالج في المنازل المجاورة بشكل بسيط جدا، نناشد كل ذي ضمير حي الدخول إلينا، نناشد الهلال الأحمر، نرجو السماح للهلال الأحمر، نطالب العرب والمسلمين بالضغط على الحكومة، لماذا نحن نقصف؟ ما ذنبنا؟ لماذا نقصف بالصواريخ؟ لماذا نقصف بهذه الأسلحة الثقيلة والثقيلة جدا؟ لماذا نقصف بهذه الصواريخ التي تدمر كل شيء؟ المباني دمرت، الأطفال الذين لم يصابوا أصيبوا بحالات هستيرية لا رجوع، ربما لا نستطيع علاجهم من هذه الحالات، حتى الكبار والنساء أصيبوا بهذه الحالات، فكيف الأطفال؟
طيب دكتور علي، غير محمول اطلاقا انسانيا، ذكرت لي بان غير معقول هذا الشيء. دكتور ذكرت لي بانه الكادر الطبي لا يتوفر يعني بالشكل المطلوب في حي باب عمر، اذا كيف ممكن مساعده الجرحى؟ ايضا بالنسبه للقتلى، هل يتم سحبهم من الشوارع؟ هل تستطيعون وضعهم في مكان معين لعمليه دفنهم؟ ام هذه امور صعبه الان؟ الدفن طبعا الجثث متراكمه في بعض البيوت، لا نستطيع دفنها. والجرحى يعني كل شخص من الكادر الطبي، من التمريض، من الاطباء، وعددهم قليل جدا، يداوي اكثر من شخص في نفس الوقت، ينتقل من شخص الى شخص ولا يستطيع فعل شيء له. يصرخ المريض ياتي له، ثم يصرخ اخر ثم ننتقل اليه، ثم يصرخ اخر ننتقل اليه، فلا نستطيع فعل شيء له. اصابات في الاحشاء، ماذا نستطيع فعل له؟ يعني بحاجه الى تداخل جراحي مباشره. اصابه في الراس، اصابات الراس جميعها يعني وفاه، جميعها النتيجه وفاه. اسلحه، انها اسلحه تستخدم في الحروب، تجرب علينا، يعني اسلحه تستخدم لاول مره، جربت على 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 احيائنا في حمص. هل لديكم اي امكانيه دكتور علي لارسال الحالات المستعصيه، الحالات الخطيره، إلى خارج حمص، إلى الأحياء المجاورة ربما لإسعافها، أم صعب؟ مستحيل. هذا المبنى، الحي محاصر بالكامل، يتم استهداف أي سيارة. كان هناك محاولة لإخراج بعض المرضى الخطيرين، تم استهداف السيارة وتم القبض على 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 كادر الإسعاف وعلى الجرحى، وتم أخذهم إلى 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 مشافي الدولة ليتم قتلهم. يعني بالتاكيد هذه نتيجة حمص المحتله الثامن شباط فبراير عام 2012. ما زال القصف مستمرا على احياء حمص بالمدافع والصواريخ. طب الا تحاولون دكتور علي ان على الاقل تتصلوا ب يعني نقص الهيئات الانسانيه، بالهلال الاحمر السوري، على الاقل لانقاذ الجرحى في الحالات الحرجه؟ نحن نقدم مناشده من خلال قناتكم الكريمه، لانه لا يوجد اي انواع، الاتصالات جميعها مقطوعه. ايتها الصين، يعني بعض يا روسيا، الاتصالات التي نتمكن منها الان وبشكل نادر جدا، يعني لا يوجد الا مكان واحد نتصل. كم شربتم من دماء السوريين ثمن هذا الفيتو؟ يعني نوجه نداء الى الهلال الاحمر، نوجه النداء الى الصليب الاحمر الدولي. ايها العرب، يا حكام العالم، شاهدوا ماذا يحدث في حمص. لاجلاء الجرحى، لمساعدتنا في مداواه الجرحى. الاسد الابن، الحالات الخطيره الى يكرر ما فعله الاسد الاب. حتى المشفى، اقرب مشفى الينا، مشفى الحكمه، تم تدميره وحرقه وحرق الادوات التي بداخله. في مجزرة حماه، يعني اذا كنا نريد الاسد الابن يعيدها في حمص، تحت الخطر وتحت القناصين، لن نستطيع اخذها، لانهم تم اتلاف ما في بداخله، وتم اعتقال الكادر بداخله. طيب الان عمليات القصف اين تتمركز دكتور علي؟ بشكل عشوائي، كل منزل معرض وكل شارع معرض لنزول صاروخ باي وقت، كل معدل كل دقيقه هناك صاروخ يدمر البيت بالكامل. طب هل هناك اماكن امنه يستطيع الاهالي اللجوء اليها، ام صعب يعني العائلات تبقى في منازلها حيث هي؟ المباني معدة لبناء، يعني بناء لا يوجد فيه ملاجئ، لا يوجد فيه ملاجئ تحت الأرض، يعني إلا ما ندر، ممكن مكان واحد ولا يتسع لشيء، يعني لا يتسع لمئة شخص. باب عمر كبيرة جدا، وهناك أكثر من 100,000 شخص داخل باب عمر. طب يعني لا يتسع لمئة شخص. هل تتوقعون الأسوأ؟ هل أنتم تتخوفون من الأسوأ؟ طبعا منذ بداية الثورة وحتى الآن، والأمور باتجاه الأسوأ. يعني طالما مجلس الأمن يفشل في إدانة الموت الواضح، إدانة قتل الأطفال، إذا الأمور ستتجه باتجاه الأسوأ، ربما سنضرب بالكيماوي وبالجاكومي. طبعا نحن نتوقع الأسوأ. ذكرت لي بأنه يعني الآن هناك حالات كثيرة بحالة إلى مساعدات طبية عاجلة. طب في مثل هذا الوضع كيف تتصرفون مع المرضى؟ لا نستطيع فعل شيء. المريض موجود في منزل بسيط، هناك معدات بسيطة،
ممكن إذا المسكنات قليلة جدا نوزعها على الحالات الأكثر ألما، لا نستطيع فعل شيء لهم. طب في حالات عمليات النزف مثلا، عمليات النزف ممكن أن يوقف النزف، ممكن يعني بعض الصيرامات البسيطة التي عددها لم يبقى إلا القليل منها نعطيها للحالات الخطيرة جدا. هل ما زال لديكم أمصال؟ هل ما زال لديكم أدوية لمعالجة حالات معينة؟ عمليات التدخل الجراحي، هل لو كانت صغيرة هل تستطيعون القيام بها أم كل هذه الأمور أصبحت صعبة عليكم الآن؟ الكثير من الأدوية نفذت وباقي المواد باتجاه النفاذ الحتمي، لأن الحي محاصر منذ ثلاث أيام، لا نستطيع إدخال ولو إبرة إلى الحي. الحي محاصر بشكل محكم ومن الجهات الأربعة وبأكثر من مكان وبأكثر من كيفية، بالقناصين بالدبابات، محاصر بأكثر من كيفية، لذلك لا نستطيع إدخال أي شيء أو إخراج أي مريض. نحن ننتظر تدخل الدولي، تدخل العربي، تدخل المسلمين، تدخل كل من يستطيع التدخل فهو آثم، لا يستطيع كل من يستطيع مساعدتنا وليس عندنا فهو آثم. طيب ما أكثر الأدوية يعني التي أنتم بحاجون إليها الآن كنداء، طالما يعني حضرتك عم توجه نداء عاجل الآن عبر العربية، ما هي المواد التي أنتم بحاجة إليها بشكل عاجل؟ المواد، مواد المسكنات، مواد التخدير، مواد الخيوط الجراحية، المواد يعني بشكل عام الأدوية الإسعافية جميعها، يعني كل من يعلم بهذه الأدوية يعرف ما هي الأدوية التي نحن بحاجة إليها. يعني بحاجة إلى منافس، كثير من المرضى بحاجة إلى منفذة، أجهزة توريد الأكسجين، نحن بحاجة يعني حتى التيار الكهربائي مقطوع، لا نستطيع يعني أجهزة بحاجة إلى تيار كهربائي والتيار الكهربائي مقطوع، معظم المرضى بحاجة إلى منفذة وإلى جراحات دقيقة، لا نستطيع فعل شيء لهم. بحاجة إلى انضمام كوادر طبية أيضا أو نقل جرحى بحالات خطيرة إلى مستشفيات مجاورة. تماما بحاجة إلى كوادر طبية وإلى نقل الجرحى إلى مستشفيات اختصاصية.